عودة لكم من جديد في تشييع لبنان. الشهيد عبد الفتاح خروشي وصل الجنازة قبل دقائق معدودة إلى الشارع الرئيسي الرابط بين مخيمي بلاطة وعسكر. الشهيد بعد أن استكملوا به الطريق إلى مخيم بلاطة، طافوا به أزقة المخيم، استكملوا الطريق الآن إلى مخيم عسكر مسقط رأسه. وكما نشاهد أعداد هائلة من المواطنين الآن بانتظار وصول الموكب وحمله ومحمول على الأكتاف طبعا، والقدوم به إلى مخيم عسكر حيث ستتم الصلاة عليه ومن ثم مواراته والثراء في مقبرة المخيم. هناك بهذا الوقت أيضا تتم عملية تشييع جثامين الشهداء في جنين وفي بركين، 5 شهداء، 4 عبد الفتاح خروشي في مخيم عسكر. نستمع الآن من بعيد إلى أصوات المركبات والسيارات التي وصلت إلى الشهيد. هناك أيضا موكب من الدراجات النارية إضافة إلى مئات المواطنين الذين يقفون على مدخل المخيم بانتظار تشييع الجثمان. إذن بانتظار وصول الموكب، بانتظار وصول الموكب إلى مخيم عسكر، نشاهد مئات السيارات في المكان والآلاف من المواطنين بانتظار تشييع الجثمان. الشهيد ارتقى في عملية عسكرية إسرائيلية اقتحمت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة مخيم جنين عصر أمس، وحاصرت إحدى البنايات وبدأت على الفور بإطلاق الصواريخ والقذائف تجاهه، وخاضت المقاومة الفلسطينية اشتباك مسلح عنيف. أسفرت العملية بعد أكثر من 3 ساعات عن ارتقاء 6 من الشهداء وإصابة نحو 70، منهم 5 أو 6 بإصابات بالغة الخطورة، إضافة طبعا إلى هدم الاحتلال جزء من المنزل باستخدام الجرافات. وأيضا كان هناك استخدام القوات الخاصة التي دخلت إلى المخيم عبر شاحنات وسيارات مدنية. المقاومة استطاعت إسقاط طائرتي استطلاع كانتا في سماء جنين. وأيضا أكد الاحتلال حسب بيان صادر عنه أن هناك 7 من جنوده أصيبوا، منهم إصابة كما قال متوسطة والبقية طفيفة حسب
ادعائه. وبالتالي نحن إذا المستمعين الكرام نعم وصل الموكب الآن نشاهد عبر الكاميرا الآلاف من البشر في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشه. التكبيرات، حط السيف بال السيف، احنا رجال احنا الضيف. وتحية للكتائب. الشهيد هو احد قادة حركة حماس، الشهيد من قادة حركة حماس، وكان قد قتل لدى الاحتلال الاسرائيلي اكثر من مرة. افرج عنه قبل شهرين ونصف تقريبا او اكثر بقليل في ديسمبر الماضي. افرج عنه في ديسمبر. اذا نشاهد الجنازة وقد وصلت الى نابلس، الى إذن وصلت جنازة الشهيد إلى مدخل مخيم عسكر. شلال بشري هادر. إذن الشهيد تم استكمال الطريق يبدو إلى بيته في هذا الوقت. كما أشاهد انتقل الموكب إلى بيت الشهيد، سيتم نقله إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه من عائلته. نعم، شلال بشري هادر. آلاف المواطنين جاءوا لتشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح الذي ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين واستشهاد 6 من المقاومين الفلسطينيين من قتائل شهداء الأقصى ومن سرايا القدس وكذلك من كتائب القسام. إذن انتقل الجثمان كما نشاهد إلى بيته. نعم، إلى بيته لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهم، ثم سيعودون به إلى المسجد لأداء الصلاة عليهم، ثم بعد ذلك سيتم
الصلاة عليه في مقبرة السيد موسى عليه في مسجد مصعب بن عمير، هذا المسجد الكبير الذي نشاهده، وبعد ذلك سيتم مباراة أخرى في مقبرة خيام العسكري. Thank you.
تمام. لأن نقل له احتراما
تقف خلف جنازته الى ان تكلمه تكريم الاعظم عند الله عز وجل الشهداء عند ربه فهم اجزاء كامل احياء رسول الله يا خير امه اخرجت للناس نحن بحاجه الى مس الحاجه لنكون حقا ظاهرا ما اجمل ان توحدنا الشهاده ولو الشهداء لنرى الجميع يلتف خلف هذا الخيار وخلف هذا الشهيد والشهداء جميعا بعد احياء رسول الله الشهيد والله اشرف صدورا عندما كتبت مجزره عظيمه في ناس قال هو يدور على الاختيار بنفس الاختيار نفسا قاصرا ليس كذلك قال هو يشفي صدورنا جميعا يشفي صدور المؤمنين خليل انك الشهاده يا عبد الفتاح كانك فتحت الارض عبد الفتاح الشهيد الآن إلى مسجد مصعب بن عمير. إذن نستمع إلى لا إله إلا الله على جريمة إخوان الشهيد والشهيد حبيب الله الله أكبر الله أكبر المكشوف 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 تستمر اخواننا المصلين احنا وقفناهم فلم ينتظروا اكراما للشهيد صلاه الجنازه اذا بدات الان صلاه الجنازه على الشهيد والثانيه الصلاه الابراهيميه
والثالثة التهاون الميت، والرابعة تسليم دولة تعتذر، ولهذا الحق فاعتبروا. إذن الناس تصلي على الشهيد. الآن الصلاة على الشهيد. الصلاة على الشهيد الآن إن شاء الله. الله الشارع حقيقة كبير. حالة الغضب الشديدة التي يعيشها الفلسطينيون جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتلهم 6 من أبناء الشعب من المقاومين الفلسطينيين ذات هذه العملية بعد نحو أسبوعين على عملية مشابهة أدت إلى استشهاد 11 شهيداً 7 منهم من أهالي الأصول. Yeah.
رسالتنا اول شيء لاولاد شعبنا نقول لهم احنا معكم رايحين نوصل الكفاح لاخر قطره بدمائنا. ورسالتنا الثانيه لابناء الاجهزه الامنيه ما حصل اليوم اعتداء على جثمان الشهيد، احنا بنستنكر بكتائب شهداء الاقصى، احنا خندق واحد احنا وكتائب القسام سرايا القدس ابو علي مصطفى كل الفصائل الفلسطينيه احنا بخندق واحد ضد الاحتلال الصهيوني. شكرا لك، شكرا، عظم الله اجركم بالشهيد. شكرا.
إذا رسالة واضحة لأحد قادة كتائب شهداء الأقصى في هذا الحديث الخاص بوكالة الجمعية اللي استنكر فيه ما قال وعداء جنازة الشهيد، وأكد أن الكتائب المقاومة جميعها في خندق واحد. إذا إلى هنا نصل إلى تقدير أو انتهاء هذه التغطية المباشرة على وكالة الجمعية لجنازة الشهيد عبد الفتاح خروشي. الآن تنطلق الجنازة باتجاه مقبرة الشهداء في مخيم أسكر بمشاركة الآلاف من المواطنين.